الناس اللي بتشمت بقى، يعني كنت عايز اركز في الحته دي. في ناس بتشمت لما الاقي مثلا فاروق مبتلى بحاجه فاشمت فيه، دي حكمها ايه؟ هو اولا دي انا خلينا اقولها كده، دي قله ادب. اصل ده موجود بقى، صح، منتشر، صحيح، بنشوفه. صحيح، وده حصل مع سيدنا ايوب. يعني سيدنا ايوب ربنا عرضه للماره وساب البلد خالص. تخيل اللي رايحين، يا ايوب انت اصلا لو كنت نبي لربنا رفع عنك البلاء انت. وبداوا يتريقوا على سيدنا مين؟ سيدنا ايوب. لكن شوف النهايه، ربك يقول ايه؟ يقول انا وجدناه ايه؟ صابرا. نعم العبد انه اول. انا عاوز اقول حكمه جميله قوي. السؤال يا جماعه، ربنا لطيف ولا مش لطيف؟ لطيف اكيد طبعا. طبعا طبعا. طب لطيف يوم ويوم لا، ولا هو لطيف على طول؟ هو لطيف. هو اللطيف اصلا، هو اللطيف. الله لطيف بعباده، بمسلم غير مسلم ربنا لطيف، صح كده ولا لا؟ طيب كويس، ربنا لطيف وانتم متاكدين؟ فيقولوا لنا كده، اذا علمت ان لطف اللطيف لا ينفك عنه ابدا، صح؟ لطف ربنا ما بينفكش عنه ابدا، يعني مش لطيف على سطر وسطر لا. صح. اذا علمت ان لطف اللطيف لا ينفك عنه ابدا وان اللطيف لطيف على الدوام، صار المنع عين العطاء. يعني ما منعك الا ايه؟ إلا ليعطيك.